السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة قصص وحكايات والمغرب. أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا واحد السيد أو بالأحرى واحد الشاب كان الاسم ديالو أشرف. هذا أشرف هذا كان كيعرف واحد البنت، البنت سميتها نبيلة. هاد نبيلة كانت هي اصلا بنت حومتهم، يعني ولاد الجيران. هذا اشرف مع نبيلة تقريبا قد في المار، كبر منها غير بشي اعوام ليا قليلة. ولاد الجيران كما قلنا لعبوا مع بعضياتهم، قراو مع بعضياتهم جميع المراحل الدراسية اللي حتى وصلوا للجامعة. داروا بجوج بهم تخصص واحد وهو الاقتصاد. من وراء ما قراو بجوج بهم في الجامعة وتخرجوا بداو كيقلبوا على الخدمة بحالو بحال الناس أجمعين أو الشباب اللي كيتخرجوا من الجامعة. اللي حتى هو لقى واحد الوظيفة في واحد البنكة، واحد الأجونس تاع واحد البنكة، هنا يخدم فيها وهم واحد الصالير اللي هو محترم. هي من وراه شوية هي لقات واحد الخدمة في واحد الوكالة بنكية أخرى، يعني في نفس المدينة ولكن كل واحد بوحدو. مزيان هنايا هو ملي خدم وهي خدمات صافي فكروا انهم يتزوجوا. دابا صافي راهو ما كيعرفوا بعضياتهم واعدين للزواج، خاصهم غير يتزوجوا. طيب الحال الوالدين ديالهم راهم موافقين وكل شيء في العلم ديالو، هذا الشيء دا كامل تزوجوا بجوج بيهم. مشاو كراو واحد اباطومون، من وراها مشى خدا واحد كريدي. هاد خونا هاد اشرف هذا خدا كريدي وخدا هو دار، يعني اتفقوا على الاساس ولكن بقاو خدامين بجوج بهم. هما كانوا متفقين لانهم ما يديروش الاولاد في الاول، حتى المهم يجمعوا شي بركه ديال الفلوس شويه، المهم يديروا طوموبيلات وما الى ذلك، يعني بحال قلتي امنوا المستقبل تاع ولادهم. هذه الفكره ديالهم كانت. اليوم غدا اليوم غدا هاد نبيلة هادي غتعرف على واحد البنت. هاد البنت كان الاسم ديالها ميساء، حنا نسميوها ميساء. خدامه معاهم هاد البنت كانت صغر من هاد نبيلة شيئا ما، ولكن هي كانت جات ستاجيرة ومهم تبتوها تما في الخدمة. كانت خدامة معاها هاد ميساء، كانت تبارك الله زوينة بزاف، كانت كتجي معاها بحكم الصداقة اللي كانت كتجي معاها مع هاد نبيلة، كانت كتجي معاها للدار بزاف. ولات كتلاقى تا مع هداك أشرف. صافي أشرف راجل صاحبتها، يعني راه بحال علاف التيقار. يجمعو بعضياتهم يخرجو هنا يخرجو هنا، يمشيو في النزهة في الويكاند، يسافروا مع بعضياتهم بعض المرات، يعني العلاقة ديالهم توطات بواحد الشكل اللي هو كبير بزاف. غيدوز تقريبا واحد تقريبا شي عامين على الزواج ديال هاد أشرف مع نبيلة. نبيلة غتولي تلاحظ يعني من بعد ما كان الزواج ديالها مزيان، ما كان أدنى مشكل، كان السيد يعني على حساب داكشي اللي كيبقى ليه من الصالير كيصرف، لأنه هو اللي كيخلص الريطة ديال الدار. هي كانت كتعاون طبيعي الحال في المصروف ديال الدار وما الى ذلك. المهم امورهم غادا على خير وبخير، من ناحيه المصروف، من ناحيه الطوموبيل المشتركه ديالهم، من ناحيه الرحلات اللي كينظموها في اواخر الاسبوع. المهم حياتهم كانت زوينه بزاف. ولكن كما قلنا من وراء هاد العام هذا شنو غادي يوقع؟ هاد نبيله ولات كتحس براجلها بانه ولا كيتبدل عليها، مابقاش كيهتم بها كيف الاول، مابقاش كيخرج معاها بزاف. لدرجة أن تا المصروف تاع الدار ما كيحطوش بتاتا. ملي كتسولو كتقول ليه المهم هذا راه خاصك تجيبها نتا ولا شي حاجة، يعني هما متافقين دايرين واحد اتفاق بيناتهم، كيقول لا أنا كنخلص الطريقة تاع الدار صرفي نتيا وكذا وكذا وكذا. السيد المعاملة ديالو تبدلات وبحال نفر منها، مبقاش مهتم بيها كيف الأول. هنايا حسات بأنه كاين شي حاجة مشتي ليه، ولات كتشكى. لمن كتشكى لصحاباتها، بالضبط صاحبتها الوحيدة اللي هي ميساء، كتقول لها الراجل تبدل ليا ومبقاش كيف الاول وكذا كذا، انا شاكة دايرة بيه شي وحدة. كتقول لا راجلك الله يودي اشرف راجل مزيان وكذا، ما يديرهاش حتى لا سكسي، انا اللي حاسة بيا هنا، راني مراتو عارفة شنو كنقول. السيد تبدل ليا ضروري شي وحدة اخرى في حياته. والسيد ولا كيخسر الفلوس بزاف او المصاريف مابقاش قاد بيهم، ما يمكنش. والصالير عنده كان محترم، يعني خلص طريق الدار ويبقى لي الخير والبركة، ولكن هو ديما ولا طامع في الصالير ديالي انا. المهم السيدة كانت كتقول لها لا هادشي راه ممنوش، ربما كيعطي لوالديه، ربما قالت لها لا والديه
انا عارفاهم، عندهم مين يجيبوا الفلوس، يعني راه ماشي معولين عليه 100% ولا شي حاجه، كيدور معاهم ولكن ماشي ديك الدرجه اللي كبيره بزاف. ما عليناش، المهم كتقنع فيها بانه راه ما داير حتى شي حاجه من وراك. مزيان هنا هاد السيده يعني نبيله مشات واحد النهار لدارهم وعاودات لامها، امها وخوها وما الى ذلك وختها. هذا داك خوها اقترح عليها بانها تبعو، علاش ما تبعوش؟ قالت لي انا كنكون خدامه، وهو انا تقريبا الخدمه ديالي بحالي بحاله، يعني هو في وكاله اخرى، ولكن انا ما كنشوفوش ملي كيخرج فين كيمشي كذا، كنجي للدار كيتعطل عاد كيجي ما كنعرفوش فين كيمشي، وانا كنكون خدامه ما نقدرش نتبعو. ويقول لها انا غادي نتبعو لك. مزيان هنا تكلف هذاك خوها باش يتبعو ويشوفو واش فعلا نيت الشكوك ديال هاد نبيلة هادي في المحل ديالهم او لا، او لا السيد غير عنده شي ضغوطات او عنده شي مصاريف اضافية ما بغاش يفاتحها فيهم. تبعو، والخوها ما كان ما عنده ما يدار، هو يتبعو، قرر انه يتبعو. المهم ديك 3 ايام الاولى الدار الخدمة الدار الخدمة الخدمة الدار، صافي روتين يومي عادي، ولكن خاصو يكمل اسبوع. ولكن في نهاية الأسبوع تقريبا الجمعة في العشية، تقريبا الجمعة في العشية خرج بكري من الخدمة هو هاد أشرف هذا من العمل ديالو، ومعاه من تلاقى مع ميساء الصديقة ديال نبيلة. تفاجئ هذاك الأخ ديال نبيلة، تفاجئ لأنه كيعرف ميساء، عارفها صاحبتها، قال ميمكنش هادي صاحبة أختي، هادي شنو كدير معاه؟ ركبات معاه في الطوموبيل ومشاو، مشاو دارو ريحو في واحد القهوة، دارو هنا دارو هنا، يعني شغل ديال وحدة كتعرف واحد وصافي. مزيان بقى متبع، ما قال لختو والو، بقى متبعهم اللي حتى الويكاند تقريبا نهار الحد، نهار الحد غادي يفيق هاد أشرف حدا مع الصباح، مع جوي ديك العشرة بحال هكاك غادي يخرج، تكون ديك العشرة ونص بحال هكاك غادي يهز طوموبيلتو وغادي يمشي، غادي يتلاقى مع هذيك البنت ميساء، يعني هو تابع من الاخ تاع نبيله. هزها ومشى لواحد لابارتومون، دخلوا ليها، يتفاجئ ما يمكنش، عرف بانه كاين شي حاجه مشى اللي ما بين هاد ميساء وما بين هاد اشرف هذا، وبان الضنون ديال اختو في المحل ديال هجا ديال هذاك الشيء كامل. قالوا لاختو طاب الحال ما خبالك شي حاجه، قال لها ودي راه صاحبتك راه هي مولات الفعلة، وهي اللي دارت لك براجلك، وراه راجلك راه ولا كيخرج ويمشي معاها، وفين كيمشيو فين كيمشيو، والدار اللي مشاو ليها. صافي هنايا ما عرفاش شنو دير، واش تطلب طلاق، واش تمشي تصفي عليه تصفي عليها، شنو دير. هنا اقترح عليها الاخ ديالها نيت، اقترح عليها قال لها شوفي انت دابا ما عندك ما دير، انت دابا خاصك تهني منه، ولكن قبل ما تهني منه خاصك تصيفطيهم جوج بيهم الحبس، شي اللي كاين يعني خاصك تعلمي البوليس ويديروا لهم كاملين ويشدوهم. هنا دارت من نظر خوها ودارت هادشي هذا، مشات دارت شكاية على الموضوع هذا، صافي بتعليمات من النيابة العامة ضباط الشرطة القضائية داروا ليه كاملين، وماشي هما اللي حضروا بطبيعة الحال، هما قالوا لها شوفي ملي غادي يدخلوا ويا تمايا علمينا حنا نجيو نشدوهم متلبسين. هادشي اللي كاين. جا الويكاند الاخر، لانه في السيمانه ما كيتلاقاوش في الدار، والسيمانه كيتلاقاو غير مع بعضياتهم، هاي دور هنا 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 صافي. المهم وصلت تقريبا نهايه الاسبوع بالضبط نهار الحد، خرج مع الصباح مع جوج 10:30 11 بحال هكا كيف ما مولا خرج. قالت له فين غادي؟ قال لها غادي نمشي غير مع صحابي نريح في القهوه هنا هنا صافي شويه غادي نجي. مشى قز طوموبيل ومشى، هي يقول تبعاته، كان داير مع خوها هما يتبعوه، تبعو نيت والله يسال المعتادة. جات ميساء صاحبتها مقعدة الحالة، طلعت مع الطوموبيل، مشاو ديريكت هما لهاديك الشقة اللي كتواجد في واحد العمارة سكنية. صافي ما طلعو، وهي تعيط للبوليس، جاو البوليس عطاتهم العنوان اللي حتى وصلو، شمن شقة طلع ليها عرفو من خلال الجيران تمايا بأن حد المدعو أشرف مولا الطوموبيل، لأنه كان واحد العساس تمايا ماشي ديال العمارة اللي كان قريب ليهم. هي اللي السيدة هذا راه كيطلع الطابق الثاني، هما عادين ان هذيك السيدة راه مراتو، يقول ليهم او لا كيدور مع داك الاحساس مرة يقول لي هذه راه مراتي، يعني امور عادي ولكن هي مراتو. مور مزيان طلعوا طابق الشقة دقوا،
كيخرج السياد وفي واحد الحالة ماشي هذيك راه معروفة. صافي هنايا باغتهم الشرطة القضائية دخلوا لقاو الناس متلبسين من ورا هاد الواقع هادي، يعني شدوهم بوليس وداوهم قسادهم الكوميسارية. صافي معناتهم يقولوا الناس راه ضبطوا متلبسين بالخيانة الزوجية، هي ما كانتش متزوجة هذيك الميساء، وبالتالي غتتابع بتهمة الفساد، بينما هو خونا غيتابع بتهمة الخيانة الزوجية. هو على نفس الفعل المادي، ولكن التكييف القانوني كيختلف. ما عليناش، هنا جاو الناس وبطبيعة الحال هو عيط على والديه، طلبوا المرأة يعني هاد نابلة باش تنازلو، لأن الخيانة الزوجية كتوقف على شكاية تاع الطرف المتضرر، سواء الزوج أو الزوجة. إلا تنازل الطرف الآخر يعني الزوج أو الزوجة على حساب الحالة، كيخرج الزوج الآخر، هادشي اللي كاين في القانون. المهم بقاو كيطلبوا فيها يطلبوا فيها بنتي كذا وراه غلط وما عرفت شنو كذا، وتيديري غير على زواجك وما عرفت شنو. قالت لي انا اصلا السيد مابقاش بغيت نعيش معاه، باش نكمل معاه حياتي. صافي السيد خانني في اعز صديقاتي وانا كنت معاه شحال من عام، كنعرفو وانا صغيره، والسيد هذا ما يتامنش له. بقاو كيطلبوا فيها السيده، في الاخير بحال حشمات ومرقات، وكتعرف والديه والدته هما اللي قالوا لي صافي اللي غلب يعف، صافي سمحي له. صافي سمحت له، نزلت على الشكاية، خرج من السجن. ولكن السيدة اللي معاه مشات، تابعوها بتهمة الفساد، الضربات ب10 شهور ديال الحبس، بينما هو السيد راه خرج ولكن ما رجعش له، بينما طلبات الطلاق. قالت له طلقني وطلق فعلا. نيت شوف هاد السيد دابا معايا، شوف هاد السيد كان خدام على خير وبخير، كان عنده مراه عنده خدمه عنده امور مستقره ماديا، علاش كيقلب؟ الله اعلم. مشى كيدور بوحده صاحبه امراته، او هي دارت بيه الله اعلم. والاخرى حتى هي ديك ميساء، يعني شوفوا هي خرجت على خدمتها وهي باقا صغيره، و يعني صيفطات راسها للحبس، يعني تهور ديالها. ما عليناش، هذه هي النهاية ديال الحلقة ديال اليوم. كنتمنى انها تنال الرضا ديالكم، وما تنساوش نخلي لكم الرابط ديال الفيديو الاخير على قناة تحريات كريم في اسفل التعليقات، في اول تعليقات تلقاو الرابط تمايا. الله يجزيكم بخير، والله يرحمكم الوالدين، ودمتم في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.